فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف ماذا على المسلم من آداب عند قضاء الحاجة، وما حكم قضائها في مرحاض متوجه للقبلة بطبيعته حسب تصميم البناء؟ من آداب قضاء الحاجة، أولا إذا أراد الإنسان دخول بيت الخلاء يسن أن يقدم رجله اليسرى ويقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكور الشياطين وإناثها، لأنها تأوي كثيرا إلى هذه الأماكن. وإذا كان قضاء الحاجة في خلاء لا يسن له أن يقول ذلك. ثانيا عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة، فقد روى مسلم وغيره أن رجلا مر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ثالثا ألا يتبول على شيء جامد خشية أن يتطاير منه الرذاذ فينجس الثوب، كما رواه أحمد وأبو داود. رابعا إذا لم يجد ماء يستنجي به استجمر بالحجر أو بما يقوم مقامه من كل جامد طاهر قالع غير أملس، ويسن أن يكون الاستجمار ثلاثا، وذلك بعد التأكد من عدم بقاء بول في القبل، وهو ما يسمى بالاستبراء. وحديث من يعذبان في القبر لذلك وللنميمة معروف، ويسن أن يكون الاستنجاء باليسار لا باليمين. ومن الآداب عند الخروج أن يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، كما رواه أحمد وبعض أصحاب السنن عن عائشة مرفوعا. وروي أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. وإذا لم يكن هناك بيت خاص لقضاء الحاجة يسن ما يأتي: أن يقضي حاجته بعيدا عن أنظار الناس، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. وأن يستتر بشيء كحائط أو جذع نخلة أو أي شيء آخر. ثانيا أن يبتعد عن الملاعن الثلاثة الواردة في حديث أبي داود وابن ماجة، وهي الموارد المائية والطرق ومواقع الظل، ومثلها كل ما يؤذي ويضر البيئة. ثالثا أن يبتعد عن الحجر والشقوق، فقد تكون فيها حشرات مؤذية، كما رواه أحمد والنسائي وأبو داود. أما استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فقد روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يدل هذا الحديث على احترام القبلة، فلا يكون الإنسان أثناء قضائها أو قضاء الحاجة المعروفة متوجها إليها ولا موليا ظهره إياها، وذلك أمر مندوب إليه وليس واجبا، فلو لم يفعل ذلك لم يرتكب إثما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه. فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة وهي أخته أم المؤمنين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ورأى جماعة من الفقهاء أن حرمة استقبال القبلة واستدبارها أو واستدبارها أو الكراهة إنما يكون في الصحراء والخلاء، حيث لا يوجد بناء ولا حواجز، أما إذا كان ذلك في البنيان فلا حرمة ولا كراهة.
ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة في المدن وغيرها توجد في أبنية مستورة، فلا ينطبق عليها هذا الحديث. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم بسند حسن أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقال له مروان: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.